السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم اليوم؟ ان شاء الله بخير. قبل اكثر من سنة صورنا فيديو عن افضل 10 العاب خفيفة للهواتف الاندرويد، واليوم قاعد اقرا بالتعليقات الخاصة بهالفيديو، وهو من الاشخاص عجبتهم فكرة الفيديو، وتقريبا وصلنا 60,000 مشاهدة على هذا الفيديو. فهذا الفيديو راح يكون هو الجزء الثاني او تكملة لفيديو افضل 10 العاب خفيفة لهواتف الاندرويد. الان فكرة افضل 10 العاب خفيفة لهواتف الاندرويد انه هالالعاب تكون حجمها خفيف، تقدر تشغلها على اي موبايل، ما تحتاج جهاز قوي حتى تشغلها، وبنفس الوقت العاب ممتعة. فجميع رابط الالعاب راح تلقوها اسفل هالفيديو بالوصف، وبدون ما اطول عليكم اكثر خلونا نبدأ بالفيديو. Come on!
هذا اللي كان عندي بهالفيديو، اتمنى عجبكم الفيديو، اذا عجب خلينا لايك، شاركني برايك اسفل هالفيديو بالتعليقات، واشتركوا بالقناة اذا ما مشترك. شكرا على المشاهدة، نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.